إطار جولاته المستمرة والتي تهدف إلى المتابعة الدقيقة والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات تنموية في قطاعات وزارة التموين بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من المشروعات التموينية بمحافظة الشرقية، كان على رأسها مطحن عرابي بالزقازيق، وذلك بعد تحديثه ورفع كفاءته، بالإضافة إلى تفقد مركزي خدمة المواطنين بقريتي بيشت قايد والزرزمون التابعتين لمركزي الزقازيق ويهيا، واللذان تم تطويرهما مؤخرا. احنا بنمر على ما تم عمله وما تم تطويره سواء من كل كيانات الخاصة بوزارة التمويل، فاحنا هنا في الشرقية وفي الزقازيق موجودين، بحيث ان احنا بنبص ما تم تطويره في مطحن عرابي. هذا المطحن يعني بقيله 30 سنة موجود، تم وضع خطة لرفع كفاءته، والنهاردة اللي عايز يصور، وكنت اتمنى ان تدخلوا تصوروا جوه، بص تلاقي السلندرات زي ما جديدة، كل الاجهزة تم تحديثها، بحيث رجع تاني هذا المطحن الى القدرة التصميمية بتاعته اللي هو 400 طن يوم. رافق وزير التموين في جولته الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي أكد على دور المحافظة في التنسيق والتعاون مع وزارة التموين من أجل النهوض بالقطاعات المختلفة لوزارة التموين بالمحافظة. كل التنسيقات بتتم لخدمة المواطن وتقديم خدمة بصورة جيدة، والحفاظ على إنتاج القمح اللي هو كان معظمه بيتأثر في تخزينه في الشونات المفتوحة للرمل والتراب، وإن هو يتعرض للإصابة ببعض الأمراض، فالحمد لله الأمور ماشية بصورة كويسة من خلال التموين الحمد لله. كان دايما توجيهات معالي الوزير إن رؤساء الشركات تنزل المواقع وتعمل صيانة للمطاحن بصفة دورية ومنتظمة، علشان نطلع كواليتي عالي في الدقيق أو عالي الجودة، علشان نأمن الرغيف العيش للناس. فهو جاي الزيارة دي عشان يشوف عدة حاجات، مدى نتائج الصيانة الشاملة اللي اتعملت للمطحن ورجع لقدرته، ويشوف في نفس الوقت مستوى الأداء بتاع الدقيق، هيشوف كمان الصوامع اللي عندنا احنا بنعمل لها إضافة في التطوير 10,000 طن زيادة بالنسبة للصومعة، وهو حاليا بيدرس ازاي نجيب السكة الحديد للمطاحن بالتنسيق معاه. حصل موافقة على اننا نجيب ندخل السكة الحديد للصوامع بتاع سندوب في المنصورة وصوامع الإسماعيلية. هذا وقد اختتم الوزير جولته بزيارة لتفقد سير العمل بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بمركز أبو كبير التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي أكد على وجود مخزونا استراتيجيا من كافة السلع التموينية والحرة. شمس الدين العربي لبرنامج على مسؤوليتي.